السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن وفاة النائب في البرلمان العراقي عدنان الأسدي بسبب مضاعفات كورونا. وكان اليوم قد أعلن في بعض المواقع عن وفاة النائب البرلماني عدنان الأسدي بسبب مضاعفات كورونا، وسيتم تشييع جنازته في قضاء الرميسة بمحافظة المسنة جنوب العراق حيث مقر إقامته. وعدنان هادي نور علي الأسدي ولد في عام 1952 وقيادي في ائتلاف دولة القانون وأحد أبرز المقربين من زعيمه نور المالكي. كان عضوا مناوبا في مجلس الحكم العراقي عام 2003 وفي فبراير 2004 وشغل منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية، بعدها في عام 2006 شغل منصب الوكيل الأقدم للوزارة، وفي عام 2008 عاد إلى منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية، وفي يونيو 2010 انتخب نائبا في مجلس النواب العراقي بعد فوزه في الانتخابات الشرعية العراقية، لكنه استقال في يوليو 2011 ليعود إلى منصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية. وفي نوفمبر 2014 أعفي رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الأسدي من منصبه كوكيل أقدم لوزارة الداخلية وعينه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية. وفي يناير 2015 أدى الأسدي اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب العراقي بعد فوزه في الانتخابات التشريعية العراقية لعام 2014، وفاز في الانتخابات التشريعية لعام 2018 ليحصل من جديد على مقعد في مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون. واليوم ترددت الأخبار وفاته في معظم المواقع على مواقع السوشيال ميديا، وهو من مواليد مدينة الرميسة جنوب العراق، وحصل على الدبلوم في صيدلة من معهد الصحة العالي عام 1984. في أوائل الثمانينات هاجر الأسدي إلى سوريا بسبب معارضته لنظام البعث الحاكم للعراق أنذاك، وفي عام 1988 ذهب إلى الدنمارك. عاد إلى العراق في عام 2003 عين بعد عودته للعراق عضوا مناوبا في مجلس الحكم العراقي. وفي فبراير 2014 شغل منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية، وأصبح في يونيو 2010 نائبا في مجلس النواب العراقي. واليوم تم إذاعة خبر وفاته في المواقع الرسمية على مستوى العالم العربي، ونعاه العديد من الشخصيات المختلفة، ولحد الآن لم يتم تحديد موعد تشييع جنازته في العراق. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورحم الله الفقيد عدنان هادي الأسري وغفر له، وشكر لكم.